تنفذ المنظمة الدولية للهجرة في العراق برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الاندماج، الذي يهدف إلى تسهيل عودة وإعادة إدماج المهاجرين العراقيين الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون البقاء في الخارج ويرغبون في العودة طوعاً إلى العراق. ما يلي هو محادثة مع أحد المهاجرين العراقيين الذين عادوا مؤخراً. سألناه بعض الأسئلة المتعلقة بتوقعاته قبل مغادرته العراق، تجاربه في الخارج، وما النصيحة التي سيقدمها للعراقيين الذين يرغبون في مغادرة البلاد والهجرة. كنت متوقع أن أحصل على اللجوء المشمل خلال 6 أشهر أقدر أسحب عائلتي، لكن بعدين صدمت أنه احتمال 3 سنوات ما أقدر أسحب، احتمال 4 سنوات ما أقدر أسحب. تعلمت أنه بعد أي خطوة أخطيها لازم أفكر بيها 1000 مرة، مكان ما أفكر 100 مرة أفكر 1000 مرة. سمعت حتى حالة انتحار عراقي انتهى وهذا يرجع، كان أخروا عليه بس معاملته الرجوع لأن ما كان عنده فلوس يرجع لحسابه، انتحر شباب. أنا هنا بلدي وبين أهلي وناسي إن شاء الله، شوف مستقبل أولادي هنا أحسن. المشكلة إن الناس ما تصدق، يعني نحكي لهم ونحلف أيمان وما تصدقون، يعني أقسم بذات الله ما تفيدكم يا عراقيين، أقسم بذات الله ما تفيدكم، لا حد يطلع ولا حد يصور إنه هاي فرصة راح تفوت منا، بالعكس بالعكس راح يعرض نفسه وأهله وعائلته الكارثة وخطر الوفاة والموت بيها، يعني 90%. تمت مشاركة هذه التجربة لتذكرك بالحذر دائما من المخاطر والمفاهيم الخاطئة حول الهجرة إلى بلد آخر، فيرجى القيام بدراسة تفصيلية من خلال السفارات المعنية قبل اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل.